شلونك زين؟ شلون عافيتك؟ مبارك شلونك زين؟ كبران شو استاذ شلونك زين؟ بشتغل استاذ شلونك؟ بعد قلبي شلونك؟ بعدك تشتغل بالباروكات بعدني وجاي ناشد هواي على مدى معاناة أحد سوى له اي حل مال زمان اي والله ما معوقين أي. يعني والله ناشديت بما بيه كفايه مليت هسه حتى عالم جاي اسوي بانستغرام بلاي اريد احد ينظر لحالتي مح انا معراقي انا مو دزينك ورفعنا تقارير كل شيء ماكو رحت هناك يقول لي اللجنه رجعتني سويت انا تقارير طلعت 60% نسبه العجز مالتي زين رحت للجنه هاي يقول لي لا والله فشل شلون تمشي على حيلك يعني واقف هاي شو واقف غير تقرير هذا تقرير وفحصان وفحوصات تالي تالي عفوا يقول لي هاي فشل نسبه العجز مالتي يعني لا الغول اي الغول الاعتراف بالفحص اي والقراني كانوا ما ذاب عليه 500 الف بالمعامله كل شيء ممكن انت بعدك هناك منطقتكم شو اسمها بالرشاد بالرشاد شنو وضعها والله بعد تعبان مو جو بلطه وبكتها كل شيء ما بلطه بس الشارع العام هاي والمناطق عفوا اي استاذ انا هسه راح اسولف راح اسولف وياك على وضعك شغلك بعده هيك جاي بالمتنبي ماشي شغل اي والله الحمد لله وياه وياه شو اسوي هسه شنو استاذ بعد شو اسوي ناشد هاي العالم خيره بعد المسؤولين كل شيء ما استوت منهم يعني ناشد ما حيسوي له حل ناشد هاي العالم خيره ان تنظر لحالتي يعني انا هم شاب عراق ورا عندي مسؤوليه عندي عيال يعني عندي اهلي انا معيشهم والله العظيم على هاي وهم يا ريت معيشهم على العلاجات جاذب بالفلوس يعني بالشهر 250 والله بس العلاج يعني هاي العلبه الوحده 125 صحتهم يا مر مرض هذا السكر ولا الغده الدرقيه الحجيه؟ اي حجيه والدتي وبيتي والله تصرف علي انا جاي اصرف عليهم يعني يصرف لي علاج لهم مصرف البيت والله تعبت بالقران الكريم جزعت من خلال سجاد طبعا سجاد على راسي سجاد من اهل الخير اللي يشتغل ويسعى وانا اعرفه من زمان واللي جايب هاي الباروكات ايوه اعرفك والناس هم تعرفك تسابقا طالع وياي وحاكي فسجاد لاهل الخير اي والله انا اقول لاهل الخير واهل الخير ما يقصرون قبل كم يوم ناشدت باحد الاخوه راد يعرس وراد غرفه نوم الحمد لله اهل الخير تبرعوا له بغرفه نوم ان شاء الله لو باكر له عقبه راح توصل له للبيت فسجاد سجاد يريد مصدر رزق يريد واحد يعينه يريد واحد يساعده اهل الخير هواي اكو عندنا تجار بالشورجه عندنا تجار هسه يقول انا مليت اناشد السياسيين ما حد يلتفت لي برلمانيين ما حد يلتفت فالناشد الناس الخير عسى ولعل دفعت بلا عنك وعن اهلك وعن اطفالك فاللي يقدر يساعد سجاد بتليفونه يمي استاذ علي وانا اكون ممنون منه جدا انتقادات مال العالم بس بدي احاكيهم يعني انتم يتنمرون عليك؟ يتنمرون علي ليش؟ يعني انا غير مصدر رزق عليهم هاي يقول لي شو ايش بيع هاي يقول لي ليش عم ليش تتنمرون علي؟ يعني انا هذا رزقي والله العظيم لو مو رزق علي والله العظيم ما البسه ومتحمل الاهانه والغلط من وراء السالفه باب رزقك يعني أيوة. لابسه حتى تسوي دعايه دعايه وبيعا الله يرزقك سجاد يا بعد قلب السام طول عمرك وانا مشتاق لك والله مشتاق لك راني انا اكثر بالقران ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انا شو اسمه اشوف بك اهل الخير يقدرون وهذا أيوة. هذا الفيديو شبابنا بالترويج بالترويج الفيسبوك تحياتنا لكم اتمنى انه تنزلون هذا الفيديو حتى المقطع عفوا حتى الناس تتفاعل وياه والله العظيم تعب انت ذن منين تشتري؟ انا من الشورج منه عاد يحسبوك اياهم سعر زين مناسب لا والله غالي سعر قطعة جاي يجيبوا لي اياها بالثلاثين اخر الدرزة الدرزة يعطي ب 36 وابيعها الوحدة بخمسة باربعة وباليوم تبيع شو اسوي؟ اي والله ياخذون مني امشي سلامنا للحجية يا بعد قلبي ولبيبيتك فدوة قلبك وراح نشوف بلكي يقدرون يساعدوك موضوع العلاج هسه الله يسلمك سلام اي والله سجاد اخذ تليفون اخاف من غير اي والله فدوة لعمرك سلام